اليورانيوم المنضب هو اليورانيوم المستنفد، وهو معدن كثيف ناتج عن تخصيب اليورانيوم الطبيعي للوقود النووي أو لاستعماله في الأسلحة. يتسم اليورانيوم المنضب بأنه مشع بدرجة معتدلة في شكله الصلب، لكنه مادة ثقيلة جداً وأكثر كثافة ب 1.7 من عشرة مرة من الرصاص. يستخدم لتقوية القذائف حتى تتمكن من اختراق الدروع والصلب. فعندما يضرب سلاح مصنوع من اليورانيوم المنضب دبابة مثلاً يخترقها، ثم ينفجر مطلقاً البخار والغبار السام إلى حد ما، وفي حين أن جميع متفرعات اليورانيوم مشعة، لكن اليورانيوم المنضب أقل نشاطاً إشعاعياً بنسبة 40% من اليورانيوم غير المعالج.